اللي كيستهلك الماء وكاين اللي كيهلك الماء. هذه حركه مزيانه هذه. لا 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 لطيف يا لطيف. شوف 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 هذا تا هو شوف شوف ها انت ها شوف وهذه لا لا والله الا غلفتني. اوحدي راسك الخنشه جايه بسما بلا فران. معايا انا نخلي الحك يفلق القرعه. هذا جمعهم بجوج هذا استهلك الماء ولك الماء. الماء في القرعه واخا اما القرعه في الماء من قله الفهامه وراه هاد الزبل كله غيمشي للماء. راه خصنا نحافظوا على الماء ديالنا بزاف باش نفعنا في ايام الجفاف. وراه ما حدنا كنوسخوا الماء والمصاريف ديال المعالجه كتطلع للسماء. احنا عندنا في بلادنا الماء ثروه كنحافظوا عليه لواحد الدرجه ما كتصورش. احنا ما كنوسخوش الماء بالصباغه ولا نرميو فيه الزبل. احنا ما يمكنش شي واحد منا يخوي الزيت ديال الموتور في الماء. هذه جريمه هذه. قال لك حنا كنخويوه المواد السامة في الماء. مالنا حمقين. صافي صافي عندك الحق كنوسخو الماء ولكن راه ماشي انا الاخر. انت لا ماشي انت الاخرين ديالنا. حنا ماشي انت ماشي انتوما الاخرين. حنا واش راه كله كنخلصو في الفاكتورة. سنينك الفارة مزيان تنضف السنينات ديالك ولكن بلا الخسارة. شوف الوالد المثل كيقول لي فرط يكرط. هو ملي كيكرط كيفرط الماء. ما واحد العجري ملي كيوصل الصابون هو تحت الدوش ما كاينش الدوش. كوك شوف الوالدة اللي كتقتصد زعما كتهلا في كل شيء الا في الماء. أولا جينا بارك الله فيك نغسلو السنة بالسطل والتبصيل السطل والتكريطة السطل. اليوم سطولة غدا سطولة من هنا ثلاث شهور بينا نوصلو للسد. إيه السد سد 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 الروبيني. ها هو حنش الماء مولا جوج ريوس راس كيدفع الماء وراس كيبلع الفلوس. إلا كدبتيني براشي في الروبيني ها كيشطب فرانك ب 10000 فرانك. اما الى غسلت السياره كيصوت في الاجاره. هذا هو خوال البزاطم وعلى الجيوب زاطم. راه الى عضك شي عضه ينفخلك الفاكتوره. ياك المثل كيقول اللي عضو الحنش كيخاف من الحبل. ايوا اللي عضو التيو يقش الروبيني. كل 3 شهور كتوصلكم فاتورة الماء. بغيتوا تعرفوا كل شيء على الفاتورة ديال الماء؟ ردوا البال. الحساب ديال الماء فيه 3 ديال الطريفات. كل كمية الماء عندها طريفة ديالها. طريفة الشطر الأول كتبدا من 1 حتى 24 متر مكعب وثمنها رخيص. والمتر مكعب بحال هكا منين ما عبرتيه فيه مترو. 24 متر مكعب بحال شي بيت كبير عامر بالماء. الله يجعل شي بركة. طريفة الشطر الثاني فوق من 24 متر مكعب حتى 60 متر مكعب ثمنها الرشوية من الأولى. الله يجعل شي بركة. طريفة السطر الثالث فوق 60 متر مكعب كيبدا التبذير واللي بدر الماء كيخلصو غالي. إذا راقبوا الاستهلاك ديالكم تجيكم الفاكتورة رخيصة وخفيفة. الفاكتورة ليك تولي أنت ترخص وأنت تغلي.